حتى في ميادين الرياضة تعلو شكاوى الأقليات الإيرانية من جرائم يصفونه بقمع النظام الإيراني. الموت للفارسي هو الهتاف الذي ردده مشجعو إقليم أذربيجان الإيراني. المشجعون القادمون من تبريز عاصمة إقليم أذربيجان الإيراني خلف فريقهم تراكتور لم يلتفتوا لكون المباراة تقام على أرض الخصم بيرسيبوليس، أي في ملعب أزادي في قلب العاصمة طهران. هذه الواقعة تعكس برأي المراقبين دليلا جديدا على حالة الإحباط الشديد الذي تشعر به الأقليات في إيران وعدم الاستجابة لشكواهم المستمرة من ضياع حقوقهم القومية. ويبلغ تعداد سكان الأقاليم الإيرانية الناطقة بالتركية الأذرية أكثر من 25 مليون نسمة، أي أقل بقليل من القومية الفارسية، وينتمون للمذهب الشيعي، إلى أن نزعتهم القومية تغلب على الانتماء المذهبي. وفي إيران قوميات مختلفة، منها الفرس والترك والكرد والعرب والبلوش واللور والتركمان، وهي تشكل ما يقرب من 60% من عدد سكان البلاد. ويرى مراقبون أن أنظمة الحكم التي توالت على إيران دعمت وروجت لتاريخ ومذهب وثقافة شعب واحد هو الفارسي، محاولة طمس معالم ثقافات الشعوب الأخرى. فشعب الأحواز على سبيل المثال ما زال يكافح من أجل نيل حقوقه القومية، وكذلك الأكراد في شمال غرب البلاد، فيما تستمر القلاقل في بلوشستان للأسباب ذاتها. صفاء ضاحي، العربية.